السلام عليكم. إذا كنت من المهتمين بأخبار إيران فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتواصل بجديد أخبارها العاجلة والحصرية. أعلن الرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيراني مجتبي النور أن طهران بدأت الجهود القانونية والدبلوماسية لإطلاق سراح الناقلة المحتججة في جبل طارق وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن بريطانيا لا يمكن لها احتجاز الناقلة أكثر من ذلك. وحسب وكالة السينما الإيرانية قال دنور: لقد بدأنا جهودنا القانونية والدبلوماسية لإطلاق سراح ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق بأبعاد مختلفة، وذلك وفقا للقانون الدولي. لا يمكن للبريطانيين الاستمرار في إيقاف الناقلة، وسوف يتم تحرير الناقلة قريبا جدا. وحول ادعاء بريطانيا بأن الناقلة الإيرانية خالفت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، قال دنور: أولا، بريطانيا ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي لتقوم بتنفيذ عقوبات الاتحاد، ومن جانب آخر ناقلتنا النفطية لا تستطيع نقل النفط لسوريا لأنها ضخمة ولا يوجد ميناء في سوريا يستطيع استقبال هذه الناقلة. وشدد المسؤول الإيراني على أنه لم يكن احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل إيران عملا انتقاميا بالمطلق، موضحا أن ناقلة النفط البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني ولم تتبع التحذيرات لكي تقف ويتم التحقيق بالأمر. وتابع قوله في هذا الصدد: قامت ناقلة النفط البريطانية بإطفاء أجهزة التعقب والملاحة واتخذت مسارا مخالفا للعبور في مضيق هرمز. من جانب آخر، ومن أجل الحفاظ على أمن الملاحة الدولية والقانون الدولي، وجهت البحرية الإيرانية تحذيرات لهذه الناقلة لكنها لم تهتم بالتحذيرات وسعت إلى العبور من مضيق هرمز، مما أدى إلى قيام الحرس الثوري بإيقاف الناقلة بعد إثبات عدة مخالفات عليها. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.